مساء الخير او صباح الخير، اهلا بكم في اكسترا تايم. برشلونه احبط ريال مدريد بثلاثه اهداف لهدفين. فاز الفريق الكتالوني على الفريق الملكي في ملعبه سانتياغو برنابيو لتتحول افراح مدريد بالتاهل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا قبل ايام الى قلق على مصير لقب الدوري الاسباني. هدفان لميسي وصل بهما الى رقم 500 في مسيرته، بينهما هدف لايفان راكيتيتش امنا لبرشلونه التساوي في الرصيد مع ريال مدريد الذي لم ينجح هدفاه عن طريق كازيميرو ورودريجيز في قنص أي نقطة ليشتعل السباق على الليغا قبل انتهائها بخمس مباريات للبلوغرانا وست مباريات للميرينجي. هناك في مدريد ومدرجات سانتياغو برنابيو تواجد أحد أساطير الزمالك لدعم فريقه الثاني ريال مدريد. شاهد خسارة زيدان ورونالدو ورفاقهما بنفسه، لكن قبلها بساعات شاهد بعينه دعم الجمهور له اعتراضا على حذف اسمه وأسطورتين أخريين من منشآت ناديه الزمالك. أيمن يونس صاحب إصابة كسر الجمجمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 86 أمام أفريكا سبور والتي يعالج منها حتى الآن، وحازم إمام سليل عائلة موهوبي الزمالك، وعبد الحليم علي الهداف التاريخي للقلعة البيضاء. الثلاثة الحاصلون مجتمعين في الفترة ما بين 84 و 2008 على سبع بطولات دوري وأربع بطولات كأس وخمس بطولات دوري أبطال إفريقيا وبطولات أخرى. قررت إدارة الزمالك الحاصلة منذ 2014 على خمس بطولات رفع أسمائهم من داخل حدائق النادي، وذلك لانتقادهم ما يرونه سلبياً داخل القلعة البيضاء حالياً. الرد جاء مختصراً لكن وافياً بقيام صاحب القميص رقم 14 بنشر صورة تابعناها على إنستغرام قائلاً أكيد دي أحسن من اليافطة. الزمالك ووضعه في الموسم الجاري، الكلاسيكو، الدوري الممتاز وكأس إنجلترا وغيرها في حلقتنا النهاردة من إكسترا تايم في وجود أحد من ارتبط اسمهم بفترات الاستقرار في القلعة البيضاء، الدكتور محمد عامر رئيس النادي الأبيض النادي الزمالك في الفترة ما بين نوفمبر 2008 ومايو 2009.